موسم جديد من سيليبريتي دويتس، مشاهير من مختلف المجالات اجوا يفجروا طاقاتهم قدام لجنة ما رح ترحم. عندك موهبة تنقل المناخ والجو من المنطقة اللي جاي منها، هذا شيء حلو. بداية مسك رح تكون نو. لا كل هذا الحكي الحلو خرج حط لي النوم. أول سياسية امرأة بتكسر الحاجز وبتشترك بهيك برنامج. إذا بدنا ناخذ حسب الفستان، الأجواء حارة جدا جدا. حتى يلا جاي آخذ النو فل أنا. يسلم إيدك. الليلة بسمع لحالي حط لك يس. يس. لو بس في عيني مرة بس هيحس أوام بحبه لي. ما بدي أحكي عن المغنى يعني، بدأ تركيز شوي. أحسن أداء شفته بسليبريتي دويتس لليوم. كانت مهضومة، كنت ضايع شوي بأنه شكل غريب عم جرب حلله، وحركاته بيشبهوا شوي فيمينين أكتر بتياب رجال. أكيد بدي أقول لك لهالمجهود يس. أكيد ليك يس. بدي أشكرك لأنك ما غنيت مثل عدنان، لأنه لو غنيت مثل عدنان كانت خلصت الحلقة وما خلصت الغنية. عطيوك اثنين يس، ما في مانع أنك تاخد التالت. ليك يس. أنا أحلى نوم اليوم، الجمعة كلها غنمنا اليوم. باللايف الأول الأجواء كانت حامية، شو ناطرنا الليلة؟ باللايف الثاني من ديو المشاهير.